السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم مع شهواتهم اكرم. اليوم غادي نقدم لكم الكرشه كيفاش كيتغسلوها. سبق لي وقدمت الحولي كيفاش كنجبدوا منه القشاوش ديالو، يعني الكرشه والمصارن، ودابا غادي نتبع له الغسيل ديال الكرشه ان شاء الله يا ربي مع بعضياتنا، وان شاء الله هذه الوصفات تكون عجبتكم. يعني ماشي وصفات، الطريقه ديال الغسيل ديال الكرشه. انا دابا راه عاد العيد ما وصلش، ولكن شريت الحولي ودابا كنوريكم ان شاء الله كيفاش غادي نغسلوا الكرشه ديال الحولي ان شاء الله يا ربي. ودابا غادي عندنا هنا الكرشه، ها هي عاد عامره بحال هذا الشكل، وعندنا عين الدواره. خصنا طبعا يكون واحد البانيو كبير وعامر بالماء، واللي ما عندوش بانيو كبير يقدر يدير غير بشويه عليه، يعني كل واحد يدير الحاجه اللي كتريحو. ودابا بسم الله نبدا على بركه الله، كنقبض هاد الكرشه الكبيره وغادي نفرقها على عين الدواره بحال هاد الطريقه، وغادي نخلي الكرشه هادي بوحدها ونبدا بهاد الكبيره هي الاولى كنبداو بها، وعاد كنوليو للمصارن وعين الدواره. ودابا غادي نقطع بالموس بحال هاد الشكل. ضروري نتوما خصكم اللي يكون يشد معاكم، انا كنحاول كندير غير بيدي، ونحاولوا نخليو الزبل ما يطيحش في وسط المصارن ديالنا وفوق الكرشه ديالنا باش ما تجيش الكرشه خايبه. واليوم غادي يشد معايا سي اكرم، طبعا اكرم ولدي. دابا غادي نبدا، غادي يشد معايا اكرم بحال هذا الشكل، وخصني ضروري كيف قلت لكم اللي يشد. ولا اكرم خصنا نخليوها بحال هذا الشكل هكا بالطريقه. دابا غادي ندير انايا يعني نحل الفم هذاك الكرشه بحال هذا الشكل، وغادي نعمرها حتى تعمر بالماء، ونجيب الموس ونفقسها من تحت. ودابا كنجيبو واحد الطاسه ونبقاو نكبو حتى تعمر الكرشه ديالنا بهالطريقه. اكرم، وكما كتعرفوا الدبان كيتجمع على بحال هاد الحوايج، راني كنحاول كنضربو ولكن واخا هكداك راه الدبان كاين بزاف. نتمنى ما تعجبكم هاد ودابا راه اللي عنده السطح، يعني انا في السطح كنغسل هاد الشيء، اللي عنده السطح يدير هادشي في السطح، اللي عنده قدام الباب يدير، اللي عنده يعني كل واحد الطريقه اللي تريحو. دابا كما كتشوفوا انا مليت الكرشه ديالي بحال هذا الشكل، وغادي نجيب موس وغادي نفقسها من تحت في شي سطال ولا في شي حاجه. دابا غادي نجيب موس وغادي نفقس من تحت بحال هذه الطريقه. ونولي نكب الماء من فوق صافي، وكنبقاو غاديين بهذه الطريقه. كنكبوا الماء منا وكيخرج منين نفقسها، وكتعطينا من الساعه ما كيبقى فيها لا زبل لا حتى شي حاجه. كما كتعرفوا الحواله كيكونوا واكلين، كيكونوا واكلين الفصه والزرع. صافي بهذه الطريقه. ودابا غادي نحلوها ونعاودوا لها الغسيل. دابا كنحيدو عين الدواره، كنحيدو منها المصارن، وكنحيدو منها المصارن اللي ما كيداروش، يعني كاينين اللي ما كيداروش خصنا نحيدوهم. دابا كنحيدو بهذه الطريقه. كما كتشوفوا الحولي ديالي انا هنا المصارن ديالي اللي بيضين زوينين، الزورق ما خصناش نديروهم نهائيا، خصنا نحيدو بهذا الشكل، نمشي معاهم كلهم بحال هذه الطريقه حتى نحيدهم. نتمنى هاد التجربه تكون عجبتكم وتفيدكم شويه. وكما كنعرفوا السيدات كلهم، العربيات المغربيات كلشي كيعرفوا، يعني اللي في الدول العربيه كنعني، والمغربيات كنعني شلحه وعربيه، ما كنعنيش يعني الا قلت المغربيات راه كنعني شلحه وعربيه. والدول العربيه راني كنوريهم ان شاء الله حتى هما يشوفوا هاد التجربه اللي كندير معاهم، وكنشرح لهم بحال هاد الطريقه. وكنعني يعني شلحه عربيه كل العرب، يعني كنعني كل العرب ان شاء الله. وما ننساوش الصحراويات وجميع اقطار المغرب كلهم، السيدات العربيات كيف قلت لكم انا، الا كنقول عربيات مغربيات كنعني المغرب كله.
كنشوف دابا فهاد الوصفه تدبن عجبها هاد الوصفه، يعني راه كشتو كيحك في يدي وباغي ياكل، يعني نيشان اليوم بحال اللي راه عنده عيد. ولكن نحاولوا نغسلوها مزيان منين نساليو. دابا حنا رانا كنحيدو غير الوسخ يعني الكثير، وغادي نعاودها بوحده بوحده. كما كتشوفوا حيدت المصارن من عين الدواره، ودابا كيكونوا واحد الوليسات في الدواره بحال هذا الشكل. خصنا ضروري نحيدوهم بحال هذه الطريقه كيتحيدوا، خصنا ضروري نحيدوهم بالوحده بالوحده، وكنفتحوهم بحال هذا الشكل. خصنا نحيدوهم كما كتشوفوا شوش كيفاش كيكونوا عامرين، يعني ما مزيانينش كما كنسمعوا. دابا في هذا الوقت ما خصناش بكري، تقدر راهم كانوا كيديروهم ما كيحيدوهمش، ولكن دابا خصهم يتحيدوا بحال هذا الشكل. نتبع كلشي عين الدواره ديالي بحال هذه الطريقه. انا حنا كنقولوا لها في المغرب عين الدواره، وفي الدول العربيه ما عرفتش كيفاش كيقولوا لها. حنا كنقولوا لهادي عين الدواره. ان شاء الله اليوم غادي ندير لكم راني فايته حاطه الكبده المشويه، ما كانتش مناسبه العيد غير كانت عندي ودرتها، كانت غير مناسبه ودرتها. ولكن ان شاء الله دابا غادي نقدم لكم الكبده الشوا ديالها ديال المناسبه، كيف راني وريتكم كيفاش كيحيدوا القشاوش ديال الحولي يعني المصارن والكرشه. وان شاء الله نوريكم حتى الشوا، ونتمنى هاد الحوايج اللي وريتكم يفيدوكم ويفيدوا الجميع، والواحد محدو كيشوف وكيتعلم وكيزيد فكره جديده في راسو، يعني مزيان حتى لحد. يعني راه طريقه اي حاجه نشوفوها خصنا نستافدوا منها جميع. دابا كما كتشوفوا كنتبع عين الدواره ديالي كلها بهذه الطريقه. دابا كنجيبو دابا المصارن كنقطعو محد منا. هاد الغليظ رانا ما كنديروش، هاد الغليظ كيتلا يعني تعطى المشاش او حاشاكم، هادشي يعني ما كنديروش. كما كتشوفوا اللون ديالو ازرق صافي، ماشي بيض هادشي، وخصوص هاد المصرى الغليظ ما كنديروش. خليني راه كاينه المجبنه، كاينه هادوك اللي كنقولوا لهم حنا سميتهم المعده، يعني كتغسل بحبه بحبه بحال هاد الشكل. هادو يتحيدوا، وغادي نوريكم هادو اللي كنهضر لكم عليها. دابا غادي نجيبوا المصران ديالنا وغادي نديروا فيه الماء ونخرجوا الوسخ اللي في وسطو، وغادي نوليو نقلبوه بواحد القطيب او عود، يعني تكون على شكل قطيب هو ديال العود بحال هذا الشكل. دابا غادي نديروا الماء نعمروا المصران ديالنا ونحيدوا منه الوسخ. دابا كنجيبوا تيو او شي بريقه اللي ما عندوش تيو، يعني ولا لافابو، يعني التيو ديال السقايه تكون رقيقه بحال هذا الشكل. وغادي نبقاو نعمروا المصارن ديالنا بالماء مزيان حتى يعمروا، ونخويوهم عاد كنقلبوهم. ضروري نقلبوهم بحال هذا الشكل، نعمروهم. كيف قلت لكم المساعده ديال اكرم راه كيساعدني. ها صافي، دابا كما كتشوفوا المصارن ديالي عمروا بالماء، وغادي نخوي بهذه الطريقه بحال هذا الشكل، وعاد نولي نقلبهم. دابا كنحيد الوسخ الزايد يعني اللي بزاف، وغادي نولي عاود نعاود لهم بوحده بوحده. كما كتشوفوا دابا الماء راه عندي فيه الدم والاخر، هذا الشيء راه غادي نولي نعاودهم، يعني ماشي دا هو الغسله النهائيه، راني عاد غادي نعاود لهم شي جوج مرات. شفت معايا اكرم منا هذه؟ كل انا غادي نقولها لكم بالطريقه اللي كنعرفوها حنا كاملين المغاربه، ولكن اللي عارفها يقولها لي في التعليقات ديالو. انا هذه كنقولوا لها حنا شطيط عيشه، وهذه المجبده. هذه كتكون من داخل ملسه بزاف، وهذه كتكون حرشه، وكيكونوا فيها بزاف د الحوايج. وحنا عندنا واحد المثال، البنت ملي كتكون عاد مازال ما تزوجتش كنعطيوها هذه وكنجربوها، الا غسلتها وما خلات فيها الوسخ راه يعني واصله خصها تتزوج، خلات فيها الوسخ راه ما خصهاش تتزوج. حنا عندنا هذا المثل المغربي بحال هكا. شد معايا اكرم منا. دابا غادي نحيدو هذيك المجبنه، كنفرقوها على هذوك شطيط عيشه. كيف قلت لكم حنا كنعرفوها بهذه الطريقه بحال الطريقه. علاش كنقولوا لها شطيط عيشه؟ فيها بزاف د الحوايج،
ودابا غادي نبقاو نغسلو بالوحده بالوحده، وضروري الماء يكون كيكب لا اكرم. كنبقاو غاديين بحال هاد الطريقه بالوحده بالوحده، هي راه فيها بزاف بحال هاد الشكل. وملي كنغسلوها كنرقدو الكرشه ديالنا في الخل مزيان، وكنوليو عاود نغليوها في الماء ان شاء الله، نطيبوها مع بعضياتنا ان شاء الله تاي نديرها لكم. راني سبق لي ودرتها الكرشه، راني حاطاها قديمه يعني في التصوير الاول، ولكن ان شاء الله تاع الكرشه نطيبوها ونوريوها مع بعضياتنا. والا ما وريتها لكمش يعني خصها تغلى غير الحرشه، نحيدو الشحمه ونديرو غير الكرشه الحرشه هي اللي نغليوها في الماء، وعاد كنوليو نديرو لها المقادير يعني القوام ديالها. وكما كتشوفوا علاش كنقولوا شطيط عيشه، فيها الشطيط بزاف، وسموها الجدود ديالنا والجدات والوالدين صبناهم كيقولوا لها بحال هذا الشكل، حتى حنا مشينا عليهم كنقولوها بهذه الطريقه. كنغسلوها مزيان، كتمشي بوحده بوحده، وكتولي عاود تعاود لها المره الاولى والمره الثانيه. وكيف قلت لكم حنا الا غسلتها البنت وما حيدت وصبنا فيها هكا هاد ديال الحولي راه ما غسلهاش مزيان كيما كتشوفوا. هي دابا كتبان لكم بلي انا راني يعني غاديه معاها بوحده بوحده، ولكن نقدر نغلط ما نمشيش معاها بوحده بوحده، غادي نولي نعاودها ونعاودها الا بغينا نتاكدوا من الكرشه ديالنا تكون مغسوله مزيان. ومن بعد كنقطعوها ونرقدوها في الخل. واحد النصيحه، الريه نحاولوا ما نديروهاش في المجمد، يعني الريه خصها تتكال ما مزيانش نجمدوها، نديروها في جديه الحال الكرشه. هذه ما عليهاش نديروها في المجمد يعني الكرشه الحرشه، ولكن الريه لا. كما كتشوفوا هنا راني كملت، ونولي عاود للراس ونولي، وهاد وها الى بان لي شي سبل وشحمه كنحيدها بحال هذا الشكل. ضروري انا دابا هادي راه خصنا نقولوا كل حاجه بسميتها، يعني ديال الحولي راه الزبل ديال الحولي، ماشي كنعني شي حاجه ما مزيانهاش، ضروري خصنا نقولوا كل حاجه بسميتها، وكنمشيو عليها بوحده بوحده عاود بحال هذا الشكل بحال هذا الشكل. كيف قلت لكم تحيدوها بوحده بوحده بحال هذا الشكل. نتمنى هاد الشيء اللي كنوريه لكم يعجبكم هاد الطريقه، وخليوا لي التعليقات ديالكم اللي شاف هاد الطريقه ديال الغسيل الكرشه، واللي ما مشاركش في القناه ديالي يشارك، يعني اللي اول مره غادي يشوف القناه ديالي باش يوصلوا الجديد ديالي. راني حاطه اللحم بالبرقوق يعني ديال الطياب الكبير، وان شاء الله عاود نحطوه بوصفه اللحم بالبرقوق، اللحم بالصفرجه، اللحم يعني الطرق راه حاطاهم وناجحين 100%، وكيجيو زوينين بزاف. بالنسبه لواحد السيده سولتني على الحلاوه ديال اللحم، هي ديك المذاق راه ما كيجيش حلو، راه كتجي زوينه بزاف، وكتجي واحد التغميره لذيذه بزاف، يعني هذيك مجربه ومعوده مجربه هذيك الاخرى ديال المناسبات. واللي ما كيحبش السكر ما يديرش السكر، يعني يتخلى عليه، يعني اللي مريض ولا الله يحسن العوان يتخلى عليه ماشي مشكل. دابا المجبنه، كيف علاش كنقولوا المجبنه ملسه بزاف بحال هذا الشكل؟ راه كاين اللي كي الكرشه يعني ما كياكلهاش، ولكن الكرشه راه مهمه خصنا ناكلوها، فيها الحديد بزاف خصنا ناكلوها، راه مهمه الكرشه ناكلوها. حتى اللي ما بغاش يدير الشحمه يعني معاها ديك عين الدواره يعني اللي فيه الشحمه وفيه الدهنيات، نحاولوا ما نديروهاش وصافي. دابا غادي نمشي على الكرشه ديالي، وهاد الماء كما كتشوفوا صافي توسخ، غادي نحيدو ونديرو الماء نقي كما كتشوفوا بيضه كتللش بحال هذا الشكل. دابا كنرجعوا للكرشه ديالنا الاساسيه يعني الكبيره، هي الكبيره الكرشه في الحولي هي هذه، وكنقلبوها بحال هذا الشكل ونعاودو نغسلوها كما كتشوفوا. خصنا نغسلوها مزيان بهذه الطريقه. كاين اللي كيحيد لها هذه الحروشيه، انا راني ما كنحيدلاش الحروشيه، يعني الكرشه خصها تكون حرشه. علاش الكرشه حنا كناكلوها؟ كناكلوها على هذه الحروشيه ديالها، كنحاولوا غير كنجيبوا موس وكنديروا لها بهذا الشكل، تكون ضروري شي واحد شاد معانا بهذه الطريقه. اكرم
كنديروا لها بهذا الشكل هكا، يعني ما كنحيدوا لهاش هذيك الحروشيه ابدا بحال هذه الطريقه بحال هذا الشكل صافي. كنمشيو عليها كلها بحال هكا حتى كتولي اللون ديالها زوين كما كتشوفوا، حتى ما كتبانناش يعني كتبان الكرشه هنايا بيضه، الجدر ديال هذه الحروشيه يكون بيض بحال هذا الشكل. كما كتشوفوا انا الكرشه ديالي كيف قلت لكم تكونوا مأكدين حولي معالف علف مزيان، راه الكرشه ديالو كتكون بيضه بحال هذه الطريقه هذيك تما كنكونوا متاكدين الحولي عالف علف مزيان يعني صحي. كنجيبوا دابا القطيب ديالنا ولا كيف قلت لكم عود وكنشدوه بحال هذا الشكل وكنقلبوه. الى اللي ما كيقلبش المصران ديالو يعني خصنا نقبضوا موس ونقطعوه. دابا كنقلبوه بحال هذا الشكل وكنديروا له بحال هذه الطريقه هكا، نمشيو معاه حتى نخرجوا المصران ديالنا بحال هذا الشكل. كان عندنا طويل كنقطعوه على قد داكشي اللي قاعدين عليه على الطريقه. ضروري نقلبوا المصران ديالنا باش نتخلاو على الزبل، طبعا الزبل ديال الحولي. كنحيدوا دابا القطيب وكنجبدوا بحال هذا الشكل، كنتمشاو بشويه بشويه بحال الطريقه هكا، وكنمشيو بالمصران ديالنا بحال هذا الشكل نقلبوه. ودابا كما كتشوفوا دابا هاد الشحمه غتولي على الداخل كما كتشوفوا، والدخلاني هو اللي غادي يولي على برا بهذه الطريقه. كاين اللي كيقبض المصران، انا غادي نوريكم هذه الطريقه عاود اللي ما بغاش يقلب المصران ديالو. كنجيبو موس اكثريه عند القزار ما كيقلبوهمش، يعني اللي ملي كتشري كرشه مقاده كيقبضوا المصران وكيقطعوه بحال هذا الشكل، حتى هي مزيانه بحال هذه الطريقه. عاد كتمشي عليه وتغسليه بحال هذه الطريقه، السيده تمشي هكا بهذه الطريقه بالموس بالموس وتولي تغسلو، يعني اللي ما بغاش يقلب المصران اكثريه ديال البقره ما كنقلبوهمش كيتقطعوا بحال هذه الطريقه وكيتغسلو مزيان. دابا اول حاجه الكرشه ديالنا غسلناها، عندنا هذا بولفاف اللي كنديروا به الكبده، بولفاف يعني اللي كيكون بحال هذه الطريقه اللي كنديروا به الكبده بحال هذا الشكل. عندي هنا راه كميه ديال الدبان وعندي هنايا كبده قلب القلب بحال هذا الشكل، الريه، الطيحان، الكرشه هذه هي الكرشه الحرشه، هذا ديال الريه يعني القرجوطه القرجومه ديال الحولي، هذه عين الدواره، وهذو المصارى اللي قلبنا مع بعضياتنا. نتمنى هذا الشيء اللي شفتوه ان شاء الله يفيدكم ويعجبكم يا ربي، وتشوفوا هذه الطريقه وتعجبكم وتسهل عليكم الطريقه ديال الغسيل وتجيكم سهله، وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه يعني هذه الطريقه ديال الغسيل ديال الدواره او عين دواره او الكرشه او كل واحد وكيفاش كيسميها. اللي شافني خاطئه في السميات ما عارفاهمش يديرهم لي في التعليقات، يعني نشوف كل واحد وكيفاش كيسمي الحاجه ديالو. كنحاول نشد الدبان دابا باش دابا بقات لي الترقيده ديال الخل واحد نص ساعه الكرشه ترقد في الخل صافي ونحيدوها. وان شاء الله الى عجبتكم هذه الوصفه شاركوا في القناه ديالي وخليوا لي التعليقات ديالكم وديروا اعجاب وشكرا، ونقدمها لكم بالصحة والراحة وعواشر مبروكة إن شاء الله للجميع.